كابتن محسن، يعني الف سلام عليك في البدايه، الف مبروك والف سلام عليك. يعني اصابه يعني قلقتنا عليك، لكن بسم الله ما شاء الله كنتوا رجاله ودايما على قدر وعند مسؤول، يعني عند حسن ظن جمهور النادي الاهلي بكم. طبعا دي عاده النادي الاهلي طبعا البطولات، يعني واحنا الحمد لله فرقه كلها شباب وفرقه كلها رجاله طبعا، وكل دعم مجلس اداره وكل الناس دايما في ظهرنا، فالحمد لله يعني في مزيد باذن الله من بطولات السنه دي باذن الله. طمنا بقى على الاصابه وان شاء الله يعني هتغيب قد ايه، ويعني كنا نتمنى انك تكون موجود على طول في اقرب فرصه وتكون موجود في مباراه السوبر. طبعا ده اكتر حاجه طبعا مضايقاني ان انا مش موجود في ماتش السوبر يعني، بس لسه ان شاء الله هعمل اشاعه ثانيه عشان احدد موقفي بقى انا هغيب فيها قد ايه. يعني جمهور النادي الاهلي انت مش هتكون موجود، بس اكيد طبعا بتتكلموا قلت لكم في الفرقه مع بعض. لا نوعدهم باذن الله السوبر ويستنوا في كاس عالم انديه باذن الله. الف مبروك وبطوله غاليه.